حالدا مدحويني هوري ايه دولة ديريان كسومالي دي ودن كيثوبية عبدي محمود عمر ايا لغا ديرين ايا يدو غويس كيسو اي شاقين ان جردل حن لوو قيستي قدا حبسي وكوحرينيه هذا با حمنا كمي دو غويس كيسا غارهان هوي دي ايا لسو حريرتي تي فيغا يونيفرسال قدكا ايان هادا ستو سيوو جرتا دي مهد علو او اه هوي دا شاي مدحويني هوري ايه دولة ديريان كسومالي دي ثوبية مدان عبدي محمود عمر ماما هدي ادي مغلي كرتو بل أديك أنا لسه حريرة محيط هاي سببتها أدنى لسه حريرت وهاي تاي ما أنت أنا وقديدي قام مقارنة ما بقى فروحها هاي وأنا وصلنا عبد محمود وقول كان يقولي جي قال لي بقى معار من منك أو لشيب لي هاجو هاي ويصاب لي الحب وزوجين إلى ستة شرن شرايك كسر طورين هاي حتى شن شرط أنا كنا أن تبا أورنا أن قايلنا بس بنا أنكِ شن شرط هو سيد يكو تورين واقف مرك أنا جوان قايلنا يقول أفضل تيجي هو كان سطر النواق إنه أوريني أنا جي وين سائرين هاي أنا جي يا جبر نديل هاي كده وين دلنا وآد دلنا وآد وقراعين حتى ما راح وين كقراعين دي كده هو قبعة واقف اتفاجئ قبل ما اجي بعباد اي طلعي اي طلعي اي مجيدي واي اما قونا وان قايلين ماي واقف وي تشيدين هيريريريك باي وي تشيدين وي تشيدين فوكي انا قي نيريين باي تشيدين اما قونا وان ايه قبر 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 ايا انا قا اوردناي اوردناي لبس قبر كينا ميل بينا قاقاقين قوكا وان اوردنا وان قرب دق ماي ايا قو تشيدو هادر كي او قبي oo ciidaha hayaa baad meel ka eegmay marka meel aan isli waa suuri oo garaacayaan madaxa ka garaacayaan madaxa ka garaacay oo qoriga shukiisa la dhacayaan ayaa ma dilay anagina meel ka eegno garab oranay marka anagina waa maqaylinay way ciideen xoog sideed in baa ciideeyteen ninka aa sideed man oo kan qaali weydoo ciideeytay yiriirita ku hayay waaye أنا جوان قايلناي وانا قرب ورطناي إلى أيو نو كعبان مني وان بريناي وان كعمي أنا جبا يسوق قايلنا مركا قري هتنا نو صوت لين ميل أمي تلي واسوري أنا يا جبر دخل القو ميل أمي تلي واسوري أيه ساعة وقت نيبو شيء ساعة وقت ورين واي أنت أكدي مهدا واي واي نيريان أنا جا أو بنان كالدين سار أنا جا واي نيريان banaanka leedii saar ah meel banaanka ino saareen ha anaga wani way bay tuureen ba anu ko kan tay wan faday ku tuurebay tuureen oo gabadhane ka qabar qaba aniga ay qabatay ba waaye raashinkii aad wadeen malayn ka qaadamise ayna qaadin raashinkii way ugu tiideen ma ayna qaadin raashinkii waa soo cirinay ma ba ayna ma kusin ba saasay meel ugu hideen ba meel bay ku hideen ama ma qolkii isii ciinka yari ba ugu hidan tahay يا مثل واسوريو انت الساعة في لها يخلقه وطورين في الساعة وانتي لانو كونه كفارين واي وبدل ما يساقينا وبدل ما يداء نفسه وبدل ما يداء سوى سيدي مين يكيدا ينبا مركا طبعا مين سوى سيدا ينبا ما هو بيسان اني ساقه ولي ونولي هاي وحالتي سوى اي عادي حقام وفاهمين حقام وفاهمين فالكي ميت وباعا ميت وبصو حي فالكي ووصو حي باع marka qolkaanu nidi meedka nasiiyo meedka noo toorana anagi ben seeriyeen waaye marka waxaan ku ooleen dadka ciisana ku samraynaa meedka aan la siiyo wuxuu ku xiranyahay dad meed ugu ma dhacay ba anagu meed ma maqoosu hayba dad uu meed buu ahaa waaye halkuu ku xiranyahay way ku tuntayeen way ku tuntayeen way ku tuntayeen qolka shiftiisa la dhaceen way ku tuntayeen way ku tuntayeen anaga arkayno ay tahay maanta ay wax ma tuntin waaye maxaa keenay in la dilo ama ay jir dilaan ma isaga ayaa ka dhaga adeegay amarkii ciidamada xabsiga ay ku haya maya guba awalad baan u tagaynaa maya taysadi ama qolkaan qalay baan la kulanay oo aqalkiisii ku dilayo aqalkiisii ku garaayn baan la kulanay ma waaye marka maxaa tilaabahood qaadeen adinka si arintan هذا حل وجه شان يا نقطة لابو قابينا وها نقطة لابو قاب ما بمهاي السنة وها نلاها نبم مهاي السنة
ميانو يستغل هين قرينا قدوة او كيس كيس محكمة ده اي هوريا اللان كدعو ده قال واح قرين واح قرين واح قرين وليه كوشة اما قرم ايو واح قرين وكوشة ليو قول كي يتاكي وغين موشي با واح قرين وكوشة اما قرم ايو واح قرتي مارك هادا حبسي عدس ابو كجرا ميا ها ما قد حاشا امبان كوهين سبو أنا مودنا نفسينا كبحدينا كبحدي ينكنا نقولكم ما ينحسن بنا وين ونقدرنا ون السوري يا مير سوريا يأسوا جيجي مير سوريا وشين كي يرفع وقود السنتاي وانا يا قبضة خدنا من السلم لا هو سوري أي يسا وقود سوريان مضا حقل كي نقود دم بيس عرق عمو عرق نو واي هذا ما حد دوني سار مركا وحن دوني نادي هدون نولي هين إنا لتوصو حدونا نورينا إن ما يكيسينا لوصو سعران ربنا ما يسكو دا إذن إن عاد مامولك كالي ديغانك iyo dadkii gudahan ee Soomaalida ee wax galka u ahaa la kaashataan ee balse arintan wax loo yaa nu la kaashan badde wax la kaashana waan ma garanayna waxan la kaashanayna ma garanayna gabadhiisana waad la hadlaysa gabadhu qabe way la fadhida ee gabadhi qadri uu afar ruux ma walaashay ilaa ugu tirtay marka anagu wax aanu u dhaqaaqnay wax aanu garanayna nila ma jirto anigu hooyadii baan ahay oo waan qaraasanahay wax anigu may kiisana baan ku qabaa maanta waan sabri lahaa may kiisana baan arko maxaad codsanaysaan marka waxaan codsanaynaa hadduu nool yahayna inala tuso hadduu dhintay oo idileena may kiisa ama aadana inaynu siiyaan labadaasaan codsanayaa miyaan lidii sheegin waqti maxkamad la soo taagayo oo arintiisa waye gabdhaha kale oo kula jooga bal noo dhiibiyana gabadhiisii baan u dhiibaya gabadhiisii baan u dhiibaya waye hello waa ku maqlaa walaal magacaaga iyo sida ay bal wax u dhaceen maanta ogaanta magacaygu waa Sadiiq Cabdi Ismaaciil maanta markaanu qadadii u geynay markay ahayd 3:00 galabnimo oo 10 daqiiqo la yaanu galay waxaa nalaga horkeenay oo nuqolkii uu ku jiray markaanu hor istaagnay nalaga horkeenay isagoo 8 askari ay u hanjabayaan hadallo badan la leeyahay waay markaan idin maxaa dhacay way soo tuqaan tuqiyeen ilaa uu 3 jaranjar oo dulyaal ka dhulka uga soo dhacay waay markuu dhulka u soo dhacay wuu qayliyay markuu qayliyay kadib waanu ka soo daboornay anaguna jaranjartaanu ka soo dabadegaynay waxay bilaabeen inay jirdilaan oo bahalo gaagaaban ay wateen bay feeraha kala dhaceen waaye kadib waxaa dhacday inaanu qaylinay annagii askarti ayna kala tuurtay buuq iyo qaylaa meeshii ka dhacay dad badan baa isugu soo baxay waa la jiiday anigii markii waan miyir beelay hooyiyaa daba orday ilaa ay sii jiideen nolol iyo dhimasho geeri iyo nolol wuxuu ku sugan yahay lamaanaan garanayn adiga xaaskiisa ayaa taa ani xaaskiisa aan ahay waaye maanta ka hor ma laydin ogolaa inaad aragtaan cuntada u geysaan xaaladiisa ogaataan dawada u geysaan ha cuntada aanu u geynayni waanu arkaynay sidii ruux maxbuusa yay ahay maxuu laakiin maanta qotuu ka bedelaa markii dambeenu ku noqonay meeshii aanu niri miyuu dhintay miyuu nool yahay sabab maxay waxani u dhacayaan markaanu su-aalaha weydiinay annagii waa nala soo celiyey waaye dumar askaraana loo soo diray ilaa meeshii nalaga soo jiiday ka hor maanta haddii aad la kulanteen ama la kulmi jirteen siduu ahaa xaaladiisa maxaad ku aragteen xaaladiisu adigu iska xanuunsanayay dawana lama siinaynin laakiin de xaalad ruux maxbuusa ayuu ahaa marka ma idinla sheekaysanayo waa fursad muu hesheen aad la hadashaan ha waan la hadlaynay
marka deewna la hadlay sidii ruux macbuute aad baa wada hadlo waqti go'an buu ahaa ilaa 10 daqiiqo waan la hadli karnay waaye ma codsigiina muxuu yahay hadda maxaa doonaysaa codsigaygu wuxuu yahay haddii uu dhintayna inaan meydkiisa aasano haddii uu nool yahayna inaan noloshiisa ogaano kuwaas waxay ahaayeen hooyada dhashay madaxweynihii hore ee dowla deegaanka soomaalida ethoobiya cabdi maxamuud cumar iyo xaaskiisa oo telefoonka ethoobiya igu warramayay kana warramayay dhibaato ay sheegeen in loo geystay madaxweynihii hore isagoo ku jira xabsi ku yaala waddankaasi ethoobiya waxaan la xiriirnay wasiirka warfaafinta ee waddanka ethoobiya iyo wasiirka warfaafinta iyo isgaarsiinta waddanka ethoobiya axmed shide ahna guddoomiyaha xisbiga dimuqraadiga shacabka soomaalida ethoobiya telefoonkiisana kama aanu jawaabin markii aan isku dayn inaan xiriir la sameyno balse aan wax u weydiino arrintan la xiriirtay jirdilka la sheegay in loo geystay cabdi maxamed cumar madaxweynihii hore ee dowlad deegaanka soomaalida ethoobiya